إن المهنة الجديدة التي سيتطلبها سوق العمل في المستقبل ستتجه نحو تلك الملامح ذات الصلة بالمتخصصين الذين يمتلكون المهارة والخبرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومجالات تحليل البيانات والتحولات الرقمية، كما أن مهن مثل التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني سيفتح بالتوازي مع التغيرات التي سيحدثها تعميم الرقمنة والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والمصرفي آفاق واعدة جديدة وتشكل مصدراً حقيقياً لفرص التشغيل في المستقبل. ولا شك أن التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في بلادنا ستزداد وطأتها في قادم السنين، وهو ما يتطلب العمل مع كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين الكفاءات عالية التأهيل فائقة المهارة وجعل جامعة الغد قادرة بالفعل على مسايرة التحولات الجارية ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة والتسابق مع عالم بات التغير المستمر ميزته الأساسية.